صباح الخير يا وطني، وأنت الرائع والأنظر. صباح الخير والأطيار، وقد جمعت صفوفاً في رياض الزهر كي تجدو وكي تنشد بأن صباحك الأجمل يعانق في خيوط الشمس في عز وفي فخر. هو الأحلى، هو الأغلى، هو الأنبل. صباح نبيل لهذا الوطن، صباح جميل لكم مشاهدي الشروق في كل مكان. مساحات صباحية جديدة نفتح من خلالها النوافذ على كل مساحات الأمل والعمل وسعي جديد في دروب مختلفة ننقل نبض الحياة في كل مساحاتنا السودانية. مرحب بكم جميعا، صباحكم خير. وصباح الخير محمد. صباح الخير تيسير، صباح الخير لكل الناس في كل مكان أيا كان في أي موقع بيشاهدون الآن. إطالة جديدة لقناة الشروق هتكون خلال التردد اللي حيظهر بطبيعة الحال في أسفل الشاشة 126-88. نتمنى نكون إضافة حقيقية باعتبار أنه بعض الزملاء هم انضموا لطاقم الشروق. نتمنى هذا الصباح الجميل يكون يشبه هذه الحلقة، نستمتع كلنا مع بعض بكل ما تم إعداده لهذه الحلقة يا تيسير. صحيح، ونحن بنقول نبض الحياة زي ما ذكرنا في كل مساحاتنا السودانية، والمعروف عن السودان دائما هو متنوع بمساحات مختلفة للموروث الثقافي السوداني، مساحات مختلفة للجمال، ومساحات مختلفة للسياحة. ونرجع نعلق عليها، خليكم قاعدين. مدينة بارا يا تيسير وكل المشاهدين، والله حابة أتكلم عنها شوية باعتبار أنه أنا يعني واحد من الناس المحظوظين شفت المدينة دي بالضبط وقعدت فيها أيام. المدهش في بارا هو المدخل بتاع المدينة أول حاجة، فيه من الأشجار الضخامة بمكان، وأشجار تحس بأنه عمرها مئات السنين يعني في المدخل بتاع بارا. ما يميز بارا إنسان بارا والتنوع الموجود في بارا. غير ده كله في حاجة خطيرة جدا في بارا، اللي هو عندهم كسبار رملية في حاجة اسمها السيفية، نحن بنقول السفاية. السيفية دي بتخش في صناعة القزاز، وتخيل لي لا يخلو بيت من قزاز، وتخش في صناعة ربنا يعني كفينا شرها، صناعة الظروف الطلق أو ظروف الزخائر بالتحديد. وبتجي بالمناسبة
دفارات وبتجي لوذرات وبيشيل رمله يعني دي كثبان رمليه على مد البصر. صح، وهي مشهوره بموضوع الرمال ده، ووفقا لموضوع الرمال ده كمان فيها انواع مختلفه من المزروعات في موالح بارة تحديدا، والموالح والليمون بشكل خاص هو مشهور، والليمون بارة واللي هو اشاره للنساء بارة طبعا. صح، بالضروره طبعا. نعم، والتحيه دائما لكل مساحاتنا السودانيه، اللي احنا على يقين دائما بان كل المساحات السودانيه هي جاذبه وهي جميله، بتمنى دائما انه تتوفر هذه المساحات في مداخل السياحه لانه ننمي هذا الجانب في اقتصاديات السياحه بشكل خاص. ودائما نحن نتحدث عن الصباح، بنفتح نوافذ الصباح على كل المرتبط بالصباح بشكل خاص، ولما نتحدث عن المرتبط بالصباح بنتحدث عن قهوة الصباح، عن حكاية الصباح، عن جرائد الصباح، يعني أشياء مختلفة يمكن هي مرتبطة بالصباح. وتبقى الرياضة أيضا والصحة هي من أهم ما يمكن أن نربطه بالصباح، رياضات مختلفة يعني يحرص عليها مجموعة من الأفراد، ولكن احنا بنتمنى دائما أن الناس يكون حريصة على الصحة في أنواع مختلفة. خلونا نمشي صالة جيم. هنتكلم اليوم عن تمارين الأرجل وطريقة اللحمة بتاعتها، كيف إن إحنا نتفادى الإصابة في تمارين الأرجل والاستطالة. إن شاء الله هنكون الليلة في التطبيق بالعملي، إن شاء الله هنشرح كل تمرين الفوائد بتاعته وكيف الطريقة بتاعت الأداء بتاعته. كل تمرين واحد هنبدأ بالأرجل الأمامي، هنتكلم عنه والخلفي والبار السميث والمكبس. إن شاء الله هنشرح كل واحد بيضرب في هذه الزاوية بالتفاصيل إن شاء الله. كانت فقرة صالة الجيم، وفترة من الفترات الجيم يا تيسير كان نوع من الترف بمعنى صح يعني بالنسبة للناس، باعتبار انه ما يعادل 130 دولار عشان تمشي تسجل في جيم لمدة 3 شهور، واذا واصلت ال3 شهور بتكون ما قصرت يعني بصراحة في الموضوع ده. لكن عندنا طبيعة هي ممكن تتحول لصالة جيم بالمناسبة، يعني جو الليلة مثلا بتاع الصباح الناس كان ممكن يوظفوه في المشي، لكن طبعا هو يوم عمل يعني بطبيعه الحال يعني. لا، وهو حاليا يعني فعلا ممكن كثير من الناس يعتقدوا انه
الرياضة شيء من الطرف، لأنه زي ما قلت بيربطوها بالجيم ولازم تكون موجود في الجيم وغيره، لكن هي الرياضة يعني الحركات الرياضية ممكن هي تتمارس في أي مكان، حتى لو كان حول البيت يعني، وحتى في إطار العمل يعني أنت ممكن تخصص مثلاً نص ساعة أو ساعة قبل العمل أو يوم العمل في أنه أنت تكون بتعمل رياضة، فالفهم في الثقافة أكثر من أنه هو ربطه بالجيم أو المكان في أنه بتكفيك شر أمراض كثيرة خلاص بالمناسبة، يعني الناس الدايبيتيك الناس السكري بالتحديد، الشحوم الزايدة، يعني المهم هي بتوقي الناس شر أمراض كثيرة جدا، ما بتكلف الزول حاجة، يعني يوم 2 كيلو أو يوم كيلو واحد مثلا، رغم أنه جونا ما مساعد، الشمس شوية صعبة لا قبل الشمس الشارع ذاته ما مغري للمشي، مرات عندنا شوارع كده ما مغري للمشي صراحة يعني. أيوة، لكن برضو نحن عايزين نحفز الناس في أنه هم لازم ونحفز الدولة ذاته المفروض تحفز معها الناس أنه نتمشى الصباح ونتغير وكده بالضبط. ونحن دائما بنتكلم عن انه نحن بناخذ الجانب الصحي، والصباح مرتبط بالصحه بجوانب مختلفه، مرتبط بالمشهد الجميل، دائما بدايه الصباح بالمشاهد الجميله تخلي الانسان عنده طاقه ايجابيه كبيره، قادر على مواصله اليوم بهذه الطاقه الايجابيه، وقادر على اعمال مختلفه ومواجهه مختلف التحديات اللي اصبحنا يعني بنشاهدها وبنلقاها في الشارع السوداني. واحده من الاشياء الممكن هي دائما نتحدث عن من خلال الصباح هي الزراعة، والزراعة نحن نتحدث عن الزراعة في كونها الأكبر، في إنها هي مورد للدخل القومي والاقتصاد، وجانب آخر للزراعة داخل المنازل هي ممكن أيضا تكون يعني بالنسبة للأسرة دخل خاص للأسر، فبتمنى إنه الجميع يعني يلجأ لموضوع الزراعة زي حتى الشتولة البسيطة الموجودة داخل البيت. وفعلا دخلت الثقافة دي ثقافة المشاتل بشكل عام، الناس بدوا يهتموا بالزراعة المنزلية على الأقل، في نوع من الناس أو في ناس أنا بعرفهم شخصيا بيزرعوا خضروات في بيتهم، اللي هو بيبقى من الـ من الـ من الـ من المنتج للمستهلك مباشرة اللي هو من بيتك تحديدا، عندنا علي مناطق الجزيره وكذا الناس بيزرعوا في البيوت، هي ضمان لانه تكون اضويه اكثر صحيح ومزروعه في البيت يعني، والحاجه دي ما بتكلف حاجه، بعدين كونه طلع عليك زراعه دي حاجه ممتازه. في ملاحظه ثانيه انا ما اعرف، نحن عندنا نيم كثير مش والله هي مناطق على مد البصر مناطق مختلفه صح، كنت تخيل انه بدل النيم ده كانت مانجا كان بيكون الطف منه. النيم طبعاً النيم حبابه، الاغراض تختلف طبعا يعني مانجا اقتصاديا وظلها بمناسبه اخطر من النيم، وبتاخذ نفس السنين ونفس العمر في انها تبقى شجره ضخمه وتنتج ثمره، والمانجا الواحده ب$2 في برا في العالم يعني، فتخيلي بدل النيم في مانجا في الشوارع كم بيكون. نحن نتمنى انه دائما تكون في موازنات للاشجار الظليله من الاشجار اللي هي فيها جانب اقتصادي. خلينا نشوف مشاتل بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، متابعيننا في كل مكان، محبي الخضرة، محبي السودان الأخضر. مبادرة بيت الأخضر هي مبادرة شبابية بتهتم بتشجيع الزراعة المنزلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ونشر ثقافة الزراعة على مستوى الأسر وعلى المستوى العام، بالإضافة لنشر المعرفة الزراعية. وعندنا هدف مهم شديد اللي هو شغالين في تحقيقه الآن، اللي هو إصحاح البيئة. مبادرة بيتنا أخضر كبداية فعلية لها كان بدت يوم 26/10/2020، كبداية فعلية كان بدينا في دربنا الأسر على إنه كيف إنهم يستفيدوا من المساحات الموجودة في البيت، ويستفيدوا من الموية المتوفرة، ويستفيدوا من النعم أو الموارد المتوفرة في المنطقة. فبدينا معهم بإنه كيف ينتجوا خضرواتهم في البيت، والحمد لله نحن حققنا الهدف بتاع نشر ثقافة الزراعة على مستوى الأسر، حققنا الهدف بتاع تحقيق الاكتفاء الذاتي، بحيث إنه معظم
الأسر وكل الناس، العدد 500 أسرة. السلام عليكم، أنا مياد عبد الله. سمحت بمبادرة بيتنا أخضر في جروب الفيس، لقيت إنه فاتحين استمارة لورشة تدريبية عن عمل الشتول بالتعجيل، فحبيت إنه أشوف الحاجة دي وعمليا قدمت في الاستمارة، وفعلا كان في مصداقية شديدة، شالوني وتواصلوا معي يوم الأحد يوم الثلاث، الحمد لله هندجينا. استفدنا من اليوم ده إنه كيف نقدر نختار العقلة المناسبة، كيف نقطع بالطريقة الصح، كيف نعمل له هرمون التجذير، كيف نتأكد إنها هتقوم ولا ما هتقوم التغطية، وكل التفاصيل دي. حقيقة كان يوم ممتع شديد واستفدنا منه شديد، وبتمنى إنه يتكرر مرة تانية. تحايا الصباح لكم مشاهدينا في كل مكان، وكل التحايا لكل حاملي رسالة السعي والكسب الحلال، وكل الملتقين بقيم العمل والأمل في كل صباح جديد. مجموعة من الأعمال بنشاهدها ونحن جايين الصباح على شريط النيل، يمكن مجموعة من ستات الشاي، مجموعة من الصيادين، مجموعة من الحطابين، وده نحن بنحييهم لأنهم هم في كل الظروف يكونوا شغالين ومن بدري، يعني نحن من 5 صباحا بنشاهد مجموعة منهم موجودين في الطرقات كلهم، الميكانيكيين، النجارين، السباكين، صح، ما بنبقى بلاهم البروف طبعاً. ما بيبقى بلاهم، والزول العادي ما بيبقى بلاهم، يعني ديل بيصلحوا حياتنا وبحاولوا يخليها سهلة، يعني طبعاً. كلهم على أي مستوى، يعني كل المهن بدون فرز، يعني هم مقدمين مساعدة واضحة. غير ده كله الكسب الحلال بيكفيك شر السؤال بالضرورة، يعني وبتكون راضي عن نفسك لما ترجع البيت بأنه ده شغل ذراعك، يعني صح. وفيهم كثير من العطاء. نحن بنحيي كل أصحاب المهن وكل أصحاب الحرف، تحية خاصة للسيدات الجالسات وبيشاهدون اليوم في البيوت، هم صاحبات السعي الأعظم بالتأكيد، بنحييهم، بنحيي اليوم في أرزاق ستات الشاي بالتحديد. والله مهم جدا، يعني وبالتحديد المهنة دي، لأنه التجارب كثيرة جدا لستات شاي، خرجوا أطباء وخرجوا مهندسين وخرجوا دكاترة من هذه الترابيزة الصغيرة، يعني الشاي ذاته من الخدمة اللي بتكون بتبدأ 5 صباحا بتنتهي نهاية اليوم على الساعة 5 أو الساعة 6 في المؤسسات الحكومية، في كله، يعني في ستة الشاي كان ما عملوا الزلابية دي، في ناس ما بيفطروا بالمناسبة طبعا. ما أجمل زلابية الصباح دي بشاي اللبن عند ستة الشاي وتداخل المكتب، ودي الأشياء مرتبطة بالصباح بشكل كبير، تخلص بالضبط زي برنامج الصباح. احنا نتمنى انه كل الناس يكونوا مرتبطين بينا، يا ريت تكون زي الجبنة، تكون زي ستة الشاي وزي القهوة وزي كل حكاية الصباح. خلونا نشوف ستة الشاي. أسعد الناس بوجودي، لو أعيش ذل له قيمة، أسعد الناس بوجودي، زي نظارة غصني طيب كل يوم يخضر عودي. يلا ما كنت شغال أصلا، لكن ظروف الحياة خلتني أشتغل. طبعا زوجي قاعد لكن ظرفه صعب،
أول حاجة مؤجرين، ما عندنا بيت، يعني حق الأكل زاد ما عندنا، يعني الظرف يعني خلاني أشتغل والله عندي تقريبا 10 سنة، يعني باكل وبشرب وبس، يعني الشغل ما في وفر بصراحة، لكن على حسب الظروف الزول ما يحتاج للإنسان يشتغل بضراعه أحسن حاجة. والحمد لله من اشتغلت في شغلي ده يلا قاعد أعمل شاي وقهوة، طبعا السكر غالي والبن غالي والحاجات كلها غالية، يعني ظرف محدد ظل حاجات الشغل والفحم والحاجات دي، عداك لو فضل لك وفر للمدارس وكذا. الحمد لله وما واجهتني حاجة صعبة. أو حنان جوا الملاهي، أبقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي، بها يتهنوا وينوموا واحرسهم طول ليل ساجي، والقى في راحة نفوسهم بسمتي وطول ابتهاجي، وابقى زولا ليه قيمة، وابقى زولا ليه قيمة. لكم التحية في كل مكان، عدنا من جديد صباح الشروق، رحمة والمغفرة للفنان العميري، وابقى زولا له قيمة. انتقال مباشرة للموضوع الأهم أو قلب هذه الحلقة، وهو تربية الأطفال وصعوبة تربية الأطفال، والتي تحدد هي محتاجة تخصصية على إداء مستوى الأطفال بقدوم المدارس وبقدوم الروضة وبقدوم الحضانة وما إلى ذلك. التربية في البيت برضو محتاجة إرشاد للأبوين يا تنشير، ومن الصعوبة بمكان أنه يعني أي زول ما متخصص يطلع جيل يعني تستفيد منه البلد على الأقل. يعني وهنا دائما نقول حتى الما متخصصين مهم أنه يتعلموا كيف يربوا أطفال، العمل على الجانب النفسي عند الطفل، لأنه هو دائما بتحدد عن البدايات، لأنها هي تكوين الشخصية بيبدأ منها، هي القائم عليها الفعل في المجتمع عموما لكل الأطفال وهم ناشئين عندما يكبروا، عشان ما يكونوا هم صالحين حتى في المجتمع. مجموعة من التحديات بالتأكيد بتواجه الأسر في إنه كيف يربوا الأطفال، كيف يعلموهم، والتنشئة عموما في ظروف وتحديات مختلفة. اليوم بشكل خاص حنتحدث عن صعوبة التعلم، وصعوبة التعلم عند الأطفال يمكن هي مرتبطة بالتفكير بالإدراك بأشياء مختلفة. وأنا والله أرحب جدا بدكتور عمر إبراهيم، يعني صاحبنا في هذه الحلقة في حوار مفتوح وواضح في الموضوع المهم جدا، موضوعنا بالنسبة لي استراتيجي، يعني اللي هو تربية النشء وتربية الأطفال. وأنا أبدأ معك طوالي بأنه التربية، تربية النشء بالتحديد، يعني الطفل تخيل لي اللي بيطلع متنمر، اللي بيطلع ما شاطر، اللي بيطلع ما واثق من نفسه، اللي بيطلع تخيل لي ده بيصنع صناعة، يعني بيكون بسبب تربية ما. نعم كله صناعة. كله صناعة. زي الكشافة دي، زي الكاميرا، زي الخشبة. كله صناعة. إحنا للأسف بنقرأ أي حاجة ما عدا الحاجة اللي بتخلينا ناس، ودي كارثة. فممكن نبقى أي حاجة، لكن من الصعوبة نبقى ناس، لأنه بس نقصان المعرفة ونقصان الخبرة في التعامل مع المعرفة ذاته. التربية صناعة. زمان كانت سهلة، لأن أصلا ما في حاجة، هو في شنو زمان؟ وليش؟ أنت والشارع وأمك وحبوبتك والمدرسة والتلفزيون كان بيكفر الساعة 9 ولا الساعة 8 وخلاص، يعني يا ولد خش جوا مغربت ما في حاجة يعني ما في حاجة. حاليا المشكلات بقت كثيرة شديد. لو ما قدرنا نتعامل مع المعطيات الكثيرة دي هنفشل في التربية، فبالتالي قيمتنا حتى لنفسنا بتكون مشكلة كبيرة شديد. لقدام حتى اولادك اللي انت بتفترض انهم هم المفروض يساعدوك، هتكتشف انه الموضوع ده بقى بالنسبه لك كارثه. التربيه صناعه، عندها علاقه بالمعلومات، عندها علاقه بالمعرفه، وعندها علاقه ثانيه برضه بحاجه احنا ما بنهتم بها، عندها علاقه باكتشاف ذاتي. انا ذاتي ابو ده كويس ولا كعب، انا ذاتي كوم كويس ولا كعب، انا عندي عقد ولا ما عندي عقد، انا عندي مشاكل زمان بتاع الطفوله ولا لا. دي حاليا واحده من المشاكل الأساسية اللي بتخلي الناس ما قادرين يربوا. أنا كأبو في يوم من الأيام كنت محروم
جبت اولاد قلت لا 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 لا, لا. ما حخلوني احس باحساس الحرمان اللي انا اتحرمته على الاطلاق. بقوم بضطر في الاستجابه الكويسه لحد ما اعلمهم كل حاجات مستجابه. يبقى بعد شويه ممكن الطفل ده يبقى حرام. صح. الطفل ما محروم من اي حاجه ده ممكن بعد شويه يسرق. ليه؟ لانه ما قدر يتعامل او ما علمه انه كيف يقدر يتحكم في رغباته اذا تغيرت الظروف مثلا. ايوه ظروف الوالد مثلا تغيرت بالضبط كده. فشوف بعد ذاك انه التطرف في التربيه اللي عنده علاقه بالعقد النفسيه اللي احنا بنعاني بتعمل مجموعه من الاسقاطات بالتاكيد في التربيه. ونحن بنشاهد في المجتمع مجموعه من المشكلات زي ما ذكرنا اللي هي جايه من التراكمات النفسيه. ودكتور عمر كمختص نفسي اليوم حنتحدث عن جانب مهم يعني في تربيه الاطفال اللي هو صعوبة التعلم. ممكن صعوبة التعلم كثير من الناس ما بيكتشفوها، فخلينا بداية كده نتحدث لكل المشاهدين نحن بنعني شنو لما نتكلم عن صعوبة التعلم. طيب كل الأمهات كل الآباء كل الأساتذة كل الناس كده خلاص لازم يعرفوا حاجة مهمة شديد، إنه إحنا عندنا وباء كده، وباء زيه زي الكورونا. مش مرض سحاي كده بينتشر يقول لك ما عارف المرض كده منتشر. احنا حاليا عندنا اضطرابات بقت منتشره حرفيا منتشره. مشكلتنا ما عندنا دراسات عشان اقدر اقول الارقام تحديدا، لكن مبدئيا كده بقدر اقول اكثر من ربع الاطفال حاليا عنده مشاكل حقيقيه بتاع تركيز انتباه. والله دي اكثر من ربع الاطفال كبيره صراحه. خلاص والله بيجي وصادمه جدا ولا كلمه. طيب صعوبه التعلم عباره عن حاجه في ناس مرات بيطلقوا على الاعاقه الخفيه او الاضطراب الخفي. ليه خفيه؟ لانه الشرط الاساسي فيها انه نسبه ذكاء الطفل تكون طبيعيه. طبيعيه يعني زول بيتونس كده وبيتكلم يعني كده وعارف حاجات كثيره وما عنده اي مشكله في اي حاجه ثانيه. لكن عنده مشكله حقيقيه بتبدا تظهر له ما بين الورقه والقلم والمهام المرتبطه به. مبدئيا يعني. فانا عندي زول طبيعي بيتكلم وبيتونس وبيعرف وعارف اي حاجه وعارف السياسه وعارف الكوره وحافظ واي حاجه. لكن يجي في الورقه والقلم بتظهر عنده عيوب كبيره شديد. وده اول ما حكي احنا بنسميه حكي التباعد. تباعد يعني شنو؟ يعني في تباعد ما بين قدراته الشخصيه والمطلوب منه في الاداء الاكاديمي. بعدك بيتدقى وبيتكفت وبيتشلد ويندي وبني. ليه؟ لانه ما دام انت كويس كده طيب ليه تعب هنا؟ يبقى انت قليل ادب ومعه استقرع يبقى بعد احنا نقيم عليك الحد وندقك وكده. للاسف على اشياء هو ما مدركه اصلا هي ما موجوده يعني. ولا كلمه. هو دي عدم قدره منه يعني. ليه؟ انا كطفل شنو جابرني الدقه يعني؟ ما في حاجه. صحيح. يعني ما في حاجه بتجبرني الا لو انا حرفيا كنت ما قادر. الاطفال دول حرفيا ما قادرين. عندهم مشاكل حقيقيه في التركيز والانتباه، عندهم مشاكل حقيقيه في الذاكره، عندهم مشاكل حقيقيه في الادراك، عندهم مشاكل حقيقيه في التفكير، وعندهم مشاكل حقيقيه باللغه. ودي الخمسه حاجات دي احنا بنسميها الصعوبات النمائيه. الاهل دائما بيركزوا في الصعوبات الاكاديميه. ما كتب يدقه، ما قرا يدقه، ما عرف الرياضيات يدقه. والاستاذ برضه بيركز هنا، والاب والولول واستاذ خاش واستاذ طالع ودرس خصوصي ونغير المدرسه ونغير الفصل وما في ادراك للموضوع. يعني هنا بتحدث عن الجانب التعليمي ده والارتباط زي ما ذكرت بالقلم والورقه. هم ممكن الاسر نفسهم يكونوا ما عارفين اصلا انه في مشكله، فنحن يعني مهم نعرف ونعرف الاسر كمان انه هو انا كيف اعرف انه هو اصلا في مشكله يعني. طيب اكتشفها كيف؟ طيب واحد خلينا نخط قاعده اساسيه. اي زول عنده مشاكل في التعلم لابد انه يفحص او يقيم من قبل اخصائي. دي اول حاجه. حقولها ثاني. اي طفل واجه مشاكل في التعلم لابد انه يتم تقييمه من قبل اخصائي. خلاص اثنين، لو شفت ولدي بيلخبط بين الحيط المتشافه السبعه والثمانيه، الباء والياء، النا والتاء، السا والشاء، الخاء والحاء والجاء، العاء والغاء والقاء والفاء، بيلخبط بيناتهم. دي واحده من الحاجات المعكوسه. لو شفت ولدي بيكتب عكس زي المرايه، يعني عمره انا بكتبه كده من اليمين للشمال، هو بيكتب عمره من الشمال. الطفل ده احتمال يكون عنده صعوبه تعلم. دي من ضمن علامات تانية. بيكون بينسى. اقريه هسي يمشي يشرب مويه ويجي ينسى. خلاص؟ بيكون عنده صعوبه في انه يقعد عشان يتم مهمه عاوزه تركيز انتباه.
صحيح. وهنا اي ام اي ابو عليه الله ما يقول لي يا اخي ما هو بيركز في التلفزيون، ما هو بيركز في التاب، ما هو بيركز في البلاي ستيشن. ده احنا ما بنطور تركيز انتباه، دي اثاره. اي زول بيركز في الاثاره بغض النظر عن كانه شنو، صحيح. لكن التركيز والانتباه احنا بنقيسه بالمهام الروتينيه الما داير تفكير، ما داير بس استمرار في المهمه فتره طويله. طيب عشان كده اول ما اديه حاجه عاديه مطلوب منه يقعد يركز فيها وروتينيه كده ما حلو. طيب نحن شكلنا قفزنا كده قفزه اللي وصلنا مرحله التعلم في المدارس والحضانه وكده. الاعمار ذاتها ما بتختلف يعني. ايوه يعني تخيل لي التعامل مع الطفل عمر السنه ما زي التعامل مع الطفل عمر الثلاث سنوات. فنقسم دي قبل المرحله التعليميه ذاته، لانه وتخيل الضريب ده بيبدا من البيت. أيوة. ما احنا المدرسه دي وصلنا اصلا انت دبعه طبعا، واحنا نكون واضحين يعني مش الدون السبت في جلد يعني واضحه المساله دي، بس السبت في جلد غلط طعمه في جلد وطوالي بنادوا 4 من 6 والقيامه بتقوم يعني. لكن كده نتكلم عن ده عمر سنه عمر سنتين اختلاف الاعمار وطريقه التعامل معهم. شوف التعامل مع الاطفال التعامل السليم بيبدا في ناس بيقولوا حتى من قبل الزواج ذات. اوكي دي سيبك منها هسي، خلينا نتكلم من الحمل ذات. نعم من الحمل ذات. التربيه بتبدا من الحمل ذات. طيب ليه؟ لانه 3 شهور الاولى عندنا دي شهور البيض بيتكون فيها الجهاز العصبي بصوره كويسه. فلو حصلت مشكله هنا ضغوط نفسيه قلق توتر ضغط بيسهر في الطفل ولا كلمه ولا كلمه. عشان كده احنا دائما بنقول لكل الرجال المره حامل ما تزعله بغض النظر يعني. طيب ليه؟ لانه الموضوع ده في ناس قالوا لا ما يزعله كله اوكي خلاص ما حزعله كله طيب. لكن كلام مهم انا مره حامل لكن مرات بيستغلوه sometimes حتى لو استغلوه ما مشكله. نتكلم عن المرأة الحامل لانه زول الجوه ده بعدين امور بتجو. طيب ليه؟ لانه التوتر بيعمل انقباضات في الرحم هسه كده شلت طماطمايه ولا ليمونايه خدتها كده ودوسها دوسها دوسها بعدين بتتعفص. يعني تقريبا نفس المثال للتوترات خلاص. خصوصا انه المرأة القلق بتاع اول نسوها اغلبهم القلق بتاعهم بيصهر في شكل بتاع مغص بتاع 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 آلام في البطن بصورة كبيرة، لأن القلق عندهم مربوط بالدورة، الدورة مربوطة بالمغص ده، فبيحصل حاجة اسمها التعلم الشرطي. فأي قلق ممكن يعمل توتر في البطن ويمكن يعني خلاص. فالحتة بتاعت الحمل دي من الحاجات المهمة شديد. عشان كده احنا دائما بنقول للأمهات غياب الدوره لازم طوال امشي افحص الحمل عشان ما تاخذ لي بعد ذاك مضاد حيوي و و دي كلها بتاثر بعدك في الصحه النفسيه بتاعت الطفل. عندنا فيتامينات مهمه لازم الام تاخذ كده كده كده. المهم دي حاجات معروفه بعد طيب. ذاك نعم نمشي لعمر السنه. عمر سنه اي عمر سنه في ناس بيتكلموا عن انه الطفل ده قاعد ساكت ما ناقش اي حاجه. لا 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 لا، الطفل ده عنده حته كده في المخ مسؤوله من المشاعر. دي بتكون شغاله من الطفل الصغير. نعم الطفل الصغير اللي بيسمع اصوات بتاعت مشاكل بينه وبينهم بيبدا يتخلع. بيتخلع لانه ربنا خالق عنده الحاجة كده جوا انه الاصوات العاليه عندها رده فعل فيسيولوجيه، فعندها علاقه بضربه القلب و فالشافع الصغير ده العمر يوم العمر يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة لما يتخلع كثير نتيجه لاصوات عاليه عندها علاقه بالكوراك و يبقى حيكون اكثر حساسية في التعامل مع الأصوات العالية واستجابته لها دائما استجابة بتاعت خوف. عشان كده لما يكبر احتمال كبير يكون عنده واحدة من الاضطرابات بتاعت القلق. خلاص؟ طيب ليه؟ لأنه دي حاجة متعلمة. ما في زول بيولد كده وعنده اضطراب نفسي، اضطراب النفسي دي احنا بنتعلمه زي ما بتعلم القراية والكتابة. أنا بتعلمه من أمي من أبوي من خالتي من الأستاذ في الروضة الأستاذ في المدرسة الدكتور في الجامعة كل واحد. صح. والشاهد في الموضوع ده انه هي المشكلات كثيره الممكن تكون مؤثره على الجانب النفسي او مؤثره على الطفل في جوانب مختلفه، فبتجي عنده مشكله صعوبه التعلم. بالتاكيد هو الحديث عن الموضوع ده يطول، نحن نتمنى انه الجميع دائما يذاكر ويقرا. يعني الاسر ذاتها يعني مهم انه احنا ما عندنا الثقافه دي في انه انت تتعلم كيف تربي كيف تحافظ على الجانب النفسي عند الطفل وغيره. فنحن في الزمن المسموح لنا بنحاول انه ندي مفاتيح وهم على اساس انه الناس تكملها. فخلينا نقول الاشكال اللي انت قلتها وذكرتها، فانا ممكن اعالج الجانب ده كيف؟ طيب واحد من عمر سنه انا لازم اقعد مع طفلك كثير شديد والعب معه انا بالتلفزيون انا
كوم وانا كابو خالد عمود لازم العب معه كثير عشان انمي التفاعل بيناتنا. اثنين ادي مساحه بتاعت استكشاف امنه. لازم الطفل ياخذ مساحه بتاعت استكشاف امنه. ايوه ما تلعب بالطين، ما تمسح الفيان. دي واحده من الحاجات اللي بتنمي الحواس. هو لو كان الاطفال اللي عندهم صعوبه تعلم، احنا واحده من معالجاتنا لهم اللعب بالطين والرمله والصلصال و صحيح. طيب ما من الاول احنا كان نعمل الحاجه دي، شنو نخلي الحاجه دي وباء؟ زمان احنا كنا بنلعب في الطين والشارع، حاليا حدود المساحه البسيطه دي واحده من الاسباب اللي ممكن تعمق المشكله دي زياده. يبقى الالعاب مهمه شديد يا حمد. نعم. ادي الطفل براح دي مهمه شديد، اديه حته بتاعت استكشاف امنه مهمه شديد، اجاوب عن اسئلته في السنه الثالثه، دي واحده من الحاجات المهمه شديد. اديه بظن في السنه الرابعه والتطابق والالوان، وقلل من التلفزيون والتاب والتلفون، دي واحده من الحاجات المهمه شديد. التغذيه السليمه واحده من الحاجات المهمه شديد، الاصحاب واحده من الحاجات المهمه شديد، والشارع الاهل ما عاوزينه ديل واحده من الحاجات المهمه شديد، بس الشارع يكون امن، انا اكون قادر انه انا اتحكم فيه. اي طفل تبدا تصر عليه مشاكل بتاع التركيز الانتباه، نقص بتاع ذاكر ادراك، لابد ان يتم فحصه من قبل اخصائي، واسمع كلام ناس الروضه لو قالوا الطفل اللي قاعدين فيه. حاجه اخيره والله، لانه قال لنا الزمن ومش نو عارف، لكن انا السؤال لازم اساله خارجني والله بصراحه يعني بصراحه لازم اساله. فتره من الفترات كان في خدمه الزاميه كده، بعدين بيقول اي زول قمش قدم الخدمه الالزاميه في المدرسه الفلانيه، دي كارثه. ولا كارثه كبيره بصراحه يعني، الناس دي ربوا جيل كامل لا متخصصين تربيه، هو بس بيقدم خدمه الزاميه فبيمشي يدرس. هو سؤال كبير طبعا، لكن للاسف نحن زمننا انتهى، لكن في تعليق في كلمتين بس. ديل ممكن يكون واحد من الاسباب الاساسيه اللي خلوا الاطفال يخلوا المدرسه ويخلوا القرايه ويقروها، وممكن يكون واحد من الاسباب الاساسيه اللي خلوا الناس يكون عندهم اضطرابات نفسيه، لانه بتاع الخدمه الوطنيه ده انا ما عارف هو زول عنده مشكله ولا، فحيدق عليه شافي وحيكفته لانه مجبور، فالشغل ما من قلبه ولا متخصص. فاحنا المفروض نعيد الصياغات تحت الدولة اللي عندها علاقة بالتعليم عشان أطلع جيل كويس عشان يتقدم يا أخي. شكرا دكتور عمر. شكرا لك. شكرا. نحن دائما نتمنى إنه كل الأسر يكون هي في يدها إنها تزرع كل القيم، إذا كانت على إطار الوطنية أو الجوانب الأخرى النفسية وغيرها، في إنها تحرص على تربية الأطفال يكونوا صالحين دائما في المجتمع، صالحين لنفسهم وصالحين لوطنهم ولمجتمعهم. شكرا لك جزيلا دكتور عمر إبراهيم مصطفى الاختصاصي النفسي، وبالتأكيد بعد الفاصل يتواصل نبض الصباح وهذا المد الصباحي على ضفاف مختلفة. شكرا دكتور عمر. فاصل ونعود. مكان عدنا من جديد، ان شاء الله الناس يكونوا قاعدين متابعين معنا. سياحه عامه في السودان حتكون فقره ثابته في صباح الشروق، حنمشي منطقه الليري في تقرير ونعود. ما ان تدخل حدود محليه الليري حتى يتعلق قلبك بالجمال والخضره. تقع الليري في الجزء الجنوبي الشرقي لولاية جنوب كردفان، يسكنها أناس طيبون يفيضون كرما ونبلا لا تراهم إلا والبسمة تعلو شفاههم، يرفضون العنف في حل مشكلاتهم ويمنون أنفسهم باستدامة الاستقرار وبتنمية منطقتهم. التعايش السلمي هو ضرورة اجتماعية يعرفها أهل الليري، مما جعلهم يعيشون في وئام وانسجام. فإنسان الليري يعرف كيفية الحوار والتواصل الإنساني بكل تحضر. قسم محفوظ يجعل من كل مقيم في المنطقة ليراوي، أصالة ونسبا لهذه المنطقة، وبذلك منع الليري التجاذبات القبلية والجهوية. قسم يحمي المنطقة والنفس والزرع والضرع من كل الأخطار، فيزعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يميز منطقة الليري تمازج اجتماعي فريد
يجعلها شجرة باسقة تعلو على نظيراتها من باقي المناطق، يحكي قصة مدهشة عن التعايش والسلام الاجتماعي. هنا تجتمع قبائل النوبة الحوازمة والكواهلة في هذه الأرض، وقبائل أخرى جاءت إلى المنطقة راغبة في التجارة والرعي من كل بقاع السودان الكبير جنوبا وشمالا شرقا وغربا، واستقرت في هذه الأرض الطيبة ليؤكد إنسان الليري أنه كامل الإنسانية لحبه وتعايشه مع الآخر من أي مكان، وليشكل أهل الليري سودانا مصغرا في منطقتهم أصبح نبراسا وضربا للأمثال في التعايش. عصب الإدارة الأهلية يتكون من إمارة وست عموديات وأكثر من 60 شيخا يمثلون قبائل ومناطق الليري، ويقع على عاتقهم حل المشاكل التي قد تنشأ بفعل التداخلات التقليدية القليلة جدا مثل دخول الماشية على المزارع، ولديهم أعراف معهودة تحل بها هذه المشكلات بسلاسة ورضا. كل من يزور الليري يمني النفس بانتشار هذا النموذج التعايشي في كل أنحاء السودان، فما أحوج الوطن إلى هذا المثال الخالص من الود والتآلف وقبول الآخر. كل التحايا لكم مشاهدي صباح الشروق في كل مكان، وهذا هو السودان بكل هذا التنوع الجغرافي اللي بيشكل الذات السودانية والوجدان السوداني. بتمنى دائما انه هو يكون الوجدان الجامع للجميع والموحد لهذا السودان، واعتدنا دائما انه نفتح نوافذ الصباح على كل مداخل الجمال، وسعداء اليوم ان نفتح نافذة الصباح على مدائن الحرفة في حضرة واحد من الشعراء الأستاذ الباش مهندس مجاهد الكاروري. مرحبا بك وصباح الخير. مرحبا بك يا تيسير، ومرحبا بك كمان أستاذ محمد، وتحية لمشاهد قناة الشروق. وأنا دائما بكون سعيد بالاستضافة في قناة الشروق البحتبيرة بيتنا، قدمت لنا الكثير وسعيدين بها. مرحبا. دائما نحن بنتحدث عن الصباح، يمكن هي ارتباطات مختلفة لأصحاب الإحساس بالذات بالصباح، فخلينا نتحدث الصباح بيعني لك شنو. يا سلام. الصباح بعتبر انه اذا صلح بيصلح باقي اليوم، فالصباح هو دائما رونق البدايات، بس مع فرق انه هو قابل للتكرار. يعني اذا انت الليله يومك بدا اثر عليك بطريقه معينه، ممكن بكره تبداه بطريقه افضل، ابدر كذا. بمثل الصباح دي الليله وانا ماشي على المكتب الصباح، فزي عصر تريزور في الشارع كده شاكلني لك شكل شديد، قال لي كلام ممتاز. انا مشيت طبعا زعلان لحد ما خشيت المكتب، فعندنا زميلنا اسمه ابو دجان ربي يطراه بالخير، لاقاني في الباب قال لي الصباح لو يبدا منك يبقى كل اليوم امان. انا مبسوط لاس غير كل البيت ده. دي كلام عن انه الكلمه الطيبه برضه هي ممكن تكون هي دافع ايجابي بالتاكيد. طيب تيسير، سالتك عن الصباح وما الصباح بالنسبه لك. بيقولوا اللغه لا تعكس غير المفهوم، لكن الشعر يحتاج الى رؤيه. ما الشعر بالنسبه لك؟ ما الشعر؟ السؤال الكبير المؤرق العالم ده من بدري يعني. ما الشعر؟ ما الشعر؟ في إجابتين بالنسبة لي. في إجابة بتخصني أنا كمجاهد، وفي إجابة بشوفها كرؤيتي العامة. نبدأ برؤيتي العامة. طيب. أنا بالنسبة لي الشعر ضرب أساسي من ضروب الأدب. تمام؟ ضرب تعبيري، والأدب هو من أهم فروع الفن، فبيرتبط بالفنون والمقدرة التعبيرية. بالنسبة لنا إحنا كناس متحدثين باللسان العربية، الشعر يمكن عنده بعد ثقافي كبير، كان بيمثل يعني صوت القبيلة، ويمثل كذا في جزيرة عربية اللي بدأ منها الشعر، وظل من ذلك الوقت اللي هي آلاف السنين. أنت بتتكلم عن إنه هو عمود راسخ في ثقافتنا، ثقافة كل المتحدثين باللغة العربية، فبيكون دائما مرجعي. بالنسبة لي أنا كمجاهد بقدر أقول لك كل حاجة الشعر كل حاجة، وطبعاً بالنسبة حياتي أقول إنه الشعر حياتي. ممكن دي بيخلينا نفتح أسئلة مختلفة
في انه هو الشاعر الشعر بالنسبه له او الكتابه عموما بتكون ابواب للتفريق واللي هي قلعه حاميه للشاعر. هنرجع نتحدث على لكن خلينا نبدا بنص. نص اراني كلما ابصرت طفلا على عينيه ذخرفت المعاني ووالده يمد يدا بحلوى ليشغله بها عن كل داني وذهن أبيه منصرفا بعيدا إلى غير الصبي ولا الأواني فيأبى الطفل ذي الحلوى ويبكي يظل بحجر والده يعاني فما أقسى هدية قلب لاه لقلب فاض بالشوق المصاني فكيف أراك نهج من جمال وحلوى للفؤاد ولا تراني. يا سلام جميل. الصور في القصيدة تخيل لي دعبني فقري إذا جاز التعبير يعني القصيدة يكون فيها صور يعني مثلا الحميد بيقول في وصف المغرب العادي ده قول يا كركدة يطلع ترشق ناقع عصير النيل ملاك عند المغارب لا تحد. أنا شفت المغرب بس يعني أنا فعليا شايف المغرب الشمس عاملة كيف الشفق ده بالتحديد يعني ده وصف حميد. الصورة في الشعر نتكلم عنها حبة. انت طبعا ذكرت الصوره ذاتها اللي هو استاذنا الراحل حميد واحد من اساطين الادب الدارج السوداني ويمكن مرجعيه بالنسبه لنا في الدارج السوداني. نعم. هي الشعر بنناقشه نحن يعني في مدارس نقديه بتناقشه بيقول لك المبنى والمعنى هي بتكلمون من يعني المعنى جزء من الحاجات اللي تكلموا عنها في وصف الشاعريه مثلا من الادوات بقول الصور تمام لانه في حاجات ثانيه مثلا في السيميائيه في لو الشعريه هي لا توصف ما بتقدر تقول الشعريه هي كذا لكن في حاجات تحسن منها جمال الصوره منها بتهاش المفرد ممكن شاعر يدفي شك مثلا بانه يجيب معنى يعبر عن معنى هو جنبك طوالي ما قدرت تعبر عنه انت. الصوره دائما بتكون هي الطريقه الاكثر انه تصل يعني يصل الايحاء بتاع الكان في نفس الشاعر يقول في 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 دروس البلاغه كالتشبيه كذا و... لكن الصوره بقت بتعكس حاجات كثيره جدا. الشاعر ممكن بمهارته يستخدم تصوير معين يعني يختصر لك به معاني كثيره جدا وكلام كثير كان ممكن يقوله لوصف نفسي المغربيه في حالتك مثلا. فنحن بنظل نقول انه الصوره عمود اساسي لما نيجي نتكلم عن المعنى في القصيده يعني مرتبطه يمكن بجانب الخيال بشكل خاص اللي هو كل ما كان الخيال اخصب بتكون الصوره متفرده والخيال متفرد وغيره وجوانب مختلفه للمغذيات بالنسبه للشاعر. عندنا سؤال مفتوح يعني يتحدثنا عن انه الشاعر عموما الكتابه معلش انا في المقاطعه انا ما في حته ما ادري امشي فيها سي. ده كان نقاش يمكن زمان في شعر الجامعات قبل 11 12 سنه فانا ما ادري يعني يصل للمتلقي انه القصيده هي الصوره وكذا لكن الصوره هي يعني سبيل من سبل يعني اظهار الشاعريه وال نوع من الشاعرية وطبعا زي ما قلت الموضوع طيب في قصيدة النسر والغيام القايل والقصيدة الجديدة لكن والله أنا ابتدرت الليلة معانا بالفصحى شنو قلت في الدارجة أو قلت بالدارجة؟ أقول بالدارجة يا ريت يمكن في الدارجة ده واقع الحال برجعني لها قصيدة واقع الحال حاليا في البلد يعني للأسف يمكن تذكرت أيام كان انفصال جنوب السودان في الزمن ده كان كتبت فللتشابه ممكن نقول في ذاتك فأشعار اتكتبت فيك وأوراق تلطخ لونه يا عزة منو اللي بحميك وبعديك منو اللي بيبكونا ما شلنا سراح الريدة حاربنا العالم كله أصبح كل اللي ما بيكي بعدين بخاف من ضله لكنه سلاحنا تكسر في زمن يتغير ناس وما هو العالم بتطور والريد يتهدم ساسه والناس دي الناس يتصلح زوجه والله يتصلح زوجه قدام الناس الفوق ملعون القرش الزايل وبقت بتخاف من الله لكن قدام خلق الله وبراها تسوي فعايل وخاتيك في جوا قلبي باني لك انا قطيه هجر وصحيطتنا تهدى يوم صبت مطره قويه فمن وين حق الخرصانة أبنيك حداي من ثاني يا عزة رجب خانة عدمت القرش الفاني
من قمنا أو من قمت النيل يا عزي، من قمت النيل شاقيكي من ساسك حدة راسك، لكن ناس حاسدنك دايرين يتقسموا ناسك، والنيل ده النيل كيفين يتقسم؟ يا سلام عليك انت يا لو يوم أولادك مرة يا أخي، لو كان أولادك مرة فكروا في النيل وأسراره، نيلين أزرق والأبيض يا عزة قالد وساروا، ما دخلوا زول بيناتهم أو صيغة كلامه منظم، والنيل يا عزة قدم وده النيل كيفين يتقسم؟ كيف تعرف درجتنا سمحة وطعمك؟ سمحة سمحة سلسة والله طعمة ساي والله طعمة لك هي ساي، احنا ما عارفين كده ناس الفصيح بيزعلوا منك والله ما احنا ما بدنا نزعج والله الشعر والتعبير في حد ذاته هو ما اي انسان قادر على انه يكون معبر، وانت بتعرف انا ما بخلي اسئلتي يعني بمشي بها سؤال مطروح بانه هو الشعر او الكتابه عموما تفريق او هي حمايه للشاعر؟ ما في خيار ثالث، انا والله ما شايف لا يعني. طيب الشعر زي ما قلنا كبير هو ضرب من ضرب الفنون، الفنون ممكن تكون تعبيرية، بيعبر بالغنى بالموسيقى بالرسم كذا، فأكيد في جانب التعبير. طيب لكن المشروع بتاع القصيدة ما بيكون لشاعر عنده مشروع، فقط وسيلة بتاع التعبير، أكيد هو ما حماية. مرات الشعر بيكون مجلب لمضار كثيرة للشاعر، خاصة إذا كان عنده قضية معينة، مثلا هنا بنذكر مظفر النواب، بنذكر الشاعر ثوري مثلا، ده بيتعرض لمسائل من الحكومات ومن الكذا، لكن الشعر هو وسيلة تعبيرية لكن لصاحب المشروع الحقيقي. التعبير ده بيمر بأدواتك اللي انت اكتسبتها عن طريق الزمن الطويل، وبيطلع كمنتوج، ما فقط تعبير، كمنتوج أدبي وجد ليظل يعني ويضيف للمكتبة. قالوا الزمن طبعا، لكن برضو في واحد والله قالوا الزمن دوار، لكن ما بخلونا قالوا الزمن انتهى. التهويمات يعني في ناس لما تقول لهم الشعر والشاعر طوال، بحس لانه انت لازم تقعد جنب البحر كذا، ولازم يكون في جرجير جنبك كذا، لكن انا عارف انه في قصائد كتبت في السجن يعني، وفي قصيده كتبت في اسانسير، وفي قصيده زي ما اقول الراحل حميد برضو، القصيده دي الشوكه الخازنه بتقعد تعلمك في رجلك دي لحد ما تمرق، تمرق 200 ده موضوع ما داير له بحر. ولا انا بقول كلام انا ما فاهم ما شاعر، لكن صحيح الكلام ده ضروري البحر وراس البيت ده يعني؟ هو البحر سمح والله ما بنذكر يعني المسألة، لكن بتختلف من شخص للآخر، هي في الآخر هي تداعيات يعني. قصيدة أحيانا بتفرض نفسها، إذا فرض نفسها في زمان معين أيوة أنت أيوة أيوة أنت 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 حتكتبها أينما كنت، إذا كنت في الأسانسير ولا كذا. برجع لكلام المشروع، إنه الشعر بمرحلة من موهبة طيب وتداعيات والمناخير وكذلك، لكن لما يكون عندك مشروع أنت لحظة مقدمة القصيدة دي بتستقبله بوضع الادوات المناسبه تطلع بها المنتوج بتاعك. يلا حكايه القصيده جاتني وقمت طوالي كتبتها، ده فقي تعبيري، دي كانت في زمان، الان بقينا نتأنى قليلا. انك تكتب حاجه بتكون مسؤول منها وبتحاول تخليها تحمل كل ال ونحن يعني هذا الدفق منقطع عن المنابر الشعرية وعن المنتديات لزمن طويل، حرصنا أنه تكون معنا اليوم في صباح الشروق، ويمكن كل اللي بيسمعوك بيسألوا عن سر الغيبة يعني. بيسألوني هنا وبيسألوني مرات برضو، بشكرهم وقدم التحية اللي بيتكلموا عن بيسألوني برضو في الفيسبوك والماسنجر وكذا، هي مشاغل كثيرة منها مشاغل الحياة وغيره، فإن شاء الله لنا عودة نتمنى بدعمكم، هنخلي إجابة مفتوحة إن شاء الله بنرجع. نخلي النهاية قصيدة. نقول كذا بيت. طيب تعالي 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 نلتقي سرا بأحلامي وأخيلتي، لأفصح عن هوى قلبي وعن شكي وعن ثقتي، فصيح في المنام أنا فهل جربتها لغتي يضيق الوقت حين أراك، أبحث عنك أبحث فيك عن سعتي، تعالي واطبعي طيفا حيالي منك أو ذكرى، تعالي نلتقي سرا إذا ما شئت أو جهرا، فسيان لدى قلبي وجودك كائنا حولي وبعدك يا أنا دهرا، فغرسك داخلي أصل يمد جزوره تترى، فأنت كمثل أنفاس يعد مليكها ميتا إذا ما غادرت صدرا، تعالي واعلمي أمرا، فقد فتشت أوردت وجدتك في شراييني تضخين الهوى سرا، بحثت جميع أوراقي وجدتك دوني سموتي
ملأت تكويني فقد أخرجت من ضلعي كما علمت في ديني فأنت جميع أشيائي وحبك نشوتي الكبرى تعالي واسبحي شوقا ببحر العشق في جوفي وقوديني لبطن اليم وانتزعي به خوفي لأملك كل قافيتي وأستدعي لها حرفي وأمخر في عباب الوصل من وصف إلى وصفي أيمم وجهنا شطرا تعالي نلتقي فخرا كما النيلين في وطني ونجعل نعلن بيننا للحب عاصمة يعيش بها المحبون ونمضي إذ توحدنا نوزع خيرنا للناس نحميهم ويحمونا وعين الله تحوينا ونمضي في الدنا ذخرى أحبك لست ألفظها لضعف في معانيها فلا تستطيع أن توحي بعيض شعور صاحبها إذا ما كان يعنيها. شكرا لكم. شكرا لاستضافتكم الكريمة. شكرا لحضورك اليوم على شواطئ الحرف، ونحن بنتمنى دائما أنه تكون حاضر في مختلف المنتديات في مختلف المنابر. يقيننا أنه هو ده أيضا مشروع حياتي لمجاهدة الكاروني، نتمنى أنه يكون موجود. زمان قال انتهى. بنحييهم كلهم الموجودين معانا اليوم، رشا وكل الشباب الموجودين، فكانت حلقة من بدايات صباح الشروق اللي بتمنى إنه كل اللي بيشاهدونا يتواصلوا معانا في مختلف البدايات وفي مختلف الحلقات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شكور جدا لك العافية، ونتلاقى ثاني وثالث ورا إن شاء الله يا رب. تيسير شكرا يا أخي. شكرا والله، سعدت بالرفقه اليوم. شكرا لكم مشاهدينا. يتواصل هذا النبض الصباحي في ايام مختلفه وعلى ضفاف مختلفه، دائما من خلال الصباح نفتح الابواب على كل المساحات للاخبار السودانيه للموروث الثقافي السوداني لنبض الحياه، ونحتفي بالسودان الواحد انسانا وارضا ومختلف تحديات المرحله. يجب ان نكون دوما نحن سودانا واحدا. شكرا لكم وشكرا لحسن المتابعه. نلبكم بروحكم وبعدين المشاكل. مع السلامه. الحريب طالنا والسلام هسه يغشانا.